ازيكم يا مواليد برج السرطان؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقع برج السرطان ليوم السبت 16 ابريل نيسان 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 21 يونيو ل 2 يوليو. في اجواء كتيرة جدا من الارتياب هتعم فيها اليوم ده، هتستوجب منك انك تاخد موقف كبير جدا جدا، وهتلاقي حاليا صعوبة في انك تتخلى عن طريقة تفكيرك المعتادة دي. بالرغم من كل العواقب السلبية اللي ممكن تبقى نابعة من ماضيك، مع ده هتحاول انك تبقى متفتح اكتر علشان تتمكن من انك تعدي كل المصاعب وكل العراقيل بليونة وسهولة. هيتأثر جسمك لو زاد الضغط عليه النهاردة من غير ما انت تحس. بالنسبة لتوقعات العشرية التانية مواليد 3 يوليو ل 12 يوليو، هتزيل كل العراقيل اللي ممكن تكون بتظهر في طريقك واللي انت تنبأت بقدومها من فترة طويلة جدا جدا، هتبتدي تظهر بشكل تدريجي، هتتحول لواقع وهيكون بات تفاديه أمر مستحيل. هتواجه التحديات دي في أسرع وقت ممكن حتى لو كانت المهمة صعبة بالنسبة ليك، بس كل ما انت بتتأخر كل ما بتتراكم عليك العراقيل وهيتوجب عليك انك تضاعف مجهوداتك علشان تتجاوزها. بالنسبة لتوقعات العشرية الثالثة مواليد 13 يوليو ل 22 يوليو، مشاكلك النهاردة غير متوقعة. بيتنبأ النهاردة اليوم باقتراب وقوع مشاكل غير متوقعة في يومك ده، تحفيزك على حلها هيبقى أصعب من المعتاد، بس بنصحك انك ما تيأس وتحاول انك تدور على بدائل تانية وتتسائل لأي درجة ممكن تبقى بتأثر المشاكل دي بشكل سلبي عليك شخصيا. من الأفضل انك تبقى بتنتظر وتسمح بانك تلاقي المشاكل طريقها للحل بمفردها النهاردة، فما تقلقش.